بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين كاملين على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فهذه الحلقة الرابعة من حملة الفرنسية على الجزائر، وهي حلقات طويلة نسبيا، الغرض منها تفصيل وإيصال لذهن وقلب وعقل وروح المشاهد العربي ومن بعده الإسلامي إن شاء الله تعالى هذه المعاني المهمة، وإيضاح جزء مهم من التاريخ الحديث والحلقات حتى صفحات من تاريخ الحديث، وإنارة الطريق إن شاء الله لحاضر جليل ومستقبل أجل وأعظم بفضله تعالى. فرنسا قبل حملتها على الجزائر كان لها حملات تاريخية ماضية موغلة في القدم، والمعلومة مهمة جدا أن الحملات الصليبية الأولى منذ سنة 492 آخر القرن الخامس الهجري، الحملة الصليبية الأولى التي جرت معروف على بلاد الشام، وهذه الحملة التي اصطلى بنارها، أنا دائما أقول هذا لأن هذه حقيقة تاريخية، اصطلى بنارها الأوروبيون قبل أن يصطلي بنارها المسلمون. هذا كلام متى؟ في أواخر القرن الخامس الهجري، يعني كان في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي، الحادي عشر الميلادي، بين الحادي عشر والثاني عشر، الذي اصطلى بنارها هم الأوروبيون. كيف؟ يعني هم اللاتين، لأن فرنسا كانت هي عظم اللاتين كما يقال، جل اللاتين كانت فرنسا لا شك. اللاتين هؤلاء عندما مروا على قسطنطينية العاصمة الدولة البيزنطية آنذاك، عندما مروا عليها عاثوا فيها فسادا كما نعلم، 1206 خربوها، حطموها، قتلوا كثيرا من أهلها، استولوا على ثرواتها. يعني ليس فقط ممن اصطلى بنارهم العالم الإسلامي، بالحملة الصليبية أول من اصطلى بنارهم الأوروبيون، الأوروبيون الشرقيون بالذات هم الذين اصطلوا بنارها أكثر. ثم مرت على العالم الإسلامي، نعرف ما جرى من احتلال بيت المقدس واحتلال بلاد المسلمين. كان العمود الفقري لهذه الحملات الصليبية هم الفرنسيون، العمود الفقري لهذه الحملات كانوا فرنسيين، وهذه حقيقة أيضا بد أن تعرف. يعني بعض المؤرخين رفعوا إلى 70% من الجيش الصليبي كان من فرنسا، والتحريض البابا، نحن نعلم أن البابا جاء أصلا، أين ذهب البابا ومن أين أعلم بداية الحرب الصليبية؟ من كليرمونت، وكليرمونت هي مدينة في وسط فرنسا اليوم، فهذا أمر معلوم. يعني فالبابا عندما أراد أن يبدأ الحملة الصليبية بدأ من هنالك، وما يعلم من القوة الموجودة في فرنسا ومن الحماسة الشديدة الموجودة في فرنسا بدأ من هناك. باختصار إذن الحملات الصليبية عظمها كان من فرنسا، هذا أمر مهم لابد أن نعرفه. بعد انتهاء الحملة الصليبية أو الحملات الصليبية الأولى والثانية وانتصار صلاح الدين رحمة الله تعالى عليه، جاء أبناءه وأبناء أخيه، ومن هؤلاء كان كامل كان أيوبيا، من أقرباء صلاح الدين أيوبي، وكان حاكما على مصر. هنا جاء لويس التاسع. لويس التاسع كان مهووسا في الحقيقة بالحملات الصليبية على العالم العربي والإسلامي آنذاك، كان يحب هذا العمل، كان يقوم به وبقوة، ويجمع له ويدفع له بسخاء، ويجمع جمعا كبيرا له. لويس التاسع، نحن نعلم أن الحملة هذه التي جرت كان مآلها الفشل، ولويس التاسع انتصر عليه المسلمون وحبس في سجن في دار ابن لقمان بالمنصورة، في واقعة رائعة جدا عزيزة جدا في مصر آنذاك، كانت أواخر القرن السابع الهجري. هذه الواقعة التي جرت، لويس التاسع عندما كان في سجنه كان يفكر لماذا انهزم الجيش، وكان جله من فرنسا كما نعلم، لماذا حدث عليه، كيف انتصر على هؤلاء المسلمين؟ فوجد أنه لا سبيل عسكري للنصر، وهنا ابتدأ ما يعرف بعد ذلك بالغزو الفكري للعالم العربي والإسلامي. هذه قصة طويلة بعد ذلك نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. القضية المهمة هنا أن لويس عندما أفرج عنه بكميات هائلة من الذهب فداء ورجع إلى بلاده، أراد أن يرجع إلى تونس. حتى نعرف أيها الإخوة، يعني أن هؤلاء في حملاتهم ليس لهم هدف، المسلمون في حملاتهم الأولى كان لهم هدف جليل وواضح،
إنارة الشعوب، إدخال الحضارة عليها، تركها في بلادها حرة. كثير من البلاد العربية التي فتحت آنذاك ترك بلادها فيها أهلها فيها أحرارا، تركت البلاد حرة لأهلها، يستثمرون خيراتها، يأخذونها لهم. كان المسلمون يفرض عليهم ضريبة، إتاوة، خراجا يسمى، لكن كان الأهالي كان لهم حريات ضخمة قبل المسلمين، ذلك دخلوا في دين الله أفواجا. بينما ننظر نحن بعين الناقد البصير، حتى الأوروبيون، يعني القضية ليست خاصة فقط عند المسلمين، حتى المفكرون الأوروبيون عندما ينظرون في هذه القضايا يعلمون هذا، أن الحملات الصليبية ما كانت تأتي بنتائج حضارية كما يقال، يعني ليس لها هدف إلا السيطرة وإلا البغي فقط لا غير. حتى لويس التاسع لما عاد أراد أن يجي إلى تونس ويغزو تونس من جديد، حتى أركان دولته ما وافقوا على هذا، وبعضهم اتهمه بالهوس والجنون، لكنه استطاع أن يؤلف حملة ويأتي إلى تونس بفضل الله تعالى أن الوباء والمرض استأصل هذه الحملة ومات في أرض تونس ودفن في تونس، يعني هذا لويس التاسع. فالذي أقصده أن هذه الحملات عندما نراقب وننظر، يعني أتمنى والله أني أجد أقول والله فعلا لهذه الحملات كان هناك كذا وكذا آثارا، كان لها آثار، هي أثر كذا وأثر كذا، أثر حضاري هنا أثر حضاري هناك. أتمنى أن أجد هذا، يعني أنا أتحدث معكم بروح حيادية محضة الآن، أقول والله هؤلاء دخلوا فعلوا كذا وفعلوا من كذا من إيجابيات، عملوا كذا. الحملات الصليبية ناظر إليها يجد أنها تدمير محض، سلب محض لثروات البلاد، استخلاص محض ونهب محض للبلاد المستخربة مستدمرة، ولا أقول مستعمرة كما بينت في الحلقات الماضية. يعني ما تجد الآثار التي تشجعك على أن تقول والله هنالك كان بعض الآثار الإيجابية للحملات الصليبية إطلاقا، لا من وحشية مطلقة في التعامل مع الأهالي، لا للقتل والذبح المطلق الذي بعض الأحيان ما يكون له أي سبب، بعد أن تسلم البلاد، بعد أن يدخل البلاد تحدث مذابح هائلة وخطيرة جدا، بينما يحرم، انتبهوا، يحرم على المسلمين إذا دخلوا البلاد وأعطوا الأمان أن يريقوا نقطة دم واحدة، بينما كان المشهور بشكل كبير جدا عند الفرنسيين أنهم إذا أعطوا الأمان فإن هذا يعني أن هذا الأمان سينقض في أي لحظة وأنهم سينقلبون على الأهالي. هذا من باب الثروات، البلاد تهدر وتسرق وتنهب وتنقل إلى أوروبا، ونحن نعلم ثروات كثيرة من العالم العربي يسمي ذهبت إلى أوروبا، سواء على هيئة آثار أو تحف أو أموال أو ذهب، إلى سمي ما شئت، أو عبيدا الناس أخذوا إلى آخره. ما هي الآثار الحضارية التي تركوها في البلاد؟ أنا أتكلم عن الآن حملات الصليبية الأولى، ما هي الآثار الحضارية التي تركوها؟ ما هي الأمور الإيجابية النافعة التي تركت في البلاد؟ ما تكاد تجد شيئا. لذلك لم يكن عند أهل البلاد قناعة بهؤلاء، يعني أهل الجزائر بعد 132 سنة فرحوا فرحا شديدا بخروج المستخرب الأجنبي من بلادهم، وما اتبع المستخرب من الجزائريين إلا قليل بل نادر، والنادر لا حكم له بمجموع الشعب، يعني نادر والنادر لا حكم له، سواء اتبعه في دينه أو اتبعه في ثقافته وطريقته، أمر قليل جدا، والذي رضي به وخر ورجع معه إلى بلاده. بينما انظر إلى ما كان يجري أيام المسلمين الأوائل من رضا تام من أهل البلاد المفتوحة في أغلب كما يقال 99% من الحالات، رضا تام بالفاتحين الأوائل. لذلك نفهم كيف انتشر الإسلام وكيف لم ينتشر تنتشر النصرانية في فرنسا، وكيف لم تثبت أقدام الفرنسيين في الجزائر، يعني في الجزائر، ولم تثبت أقدام الفرنسيين في الجزائر. هذا من أسباب الكبيرة لهذا، هو أن هؤلاء لما يدخلون ما يتركون يعني الأهالي ولا ما يتركون لهم أدنى قدر من الحرية، ليس هناك رحمة في التعامل مع الأهالي، بينما كانت الرحمة هي عنوان الفتوحات الإسلامية الأولى، وهذا جانب خطير جداً. عندما ننظر لحملة لويس التاسع على مصر ثم على تونس، ما نجد فيها أي جانب من الرحمة، أي جانب من الحضارة، أي جانب من الأعمال الإيجابية، نقل شيء مهم ومفيد. بالعكس، كانت البلاد الإسلامية أنذاك في أوجها، وكانت البلاد الأوروبية في أدنى مستويات انحطاطها أنذاك، وما كان المسلمون ليستفيدون شيئا من تلك الحملات الصليبية، هذا أمر معلوم. فرنسا والحملة على مصر أيام نابليون، يعني هذه الحملة من أخطر الحملات مطلقا. لماذا؟ إنها جرت بعد سنيات قليلات، سنوات قليلات يعني، من الثورة الفرنسية والشعارات المرفوعة. طيب لماذا أخذتم مصر؟ هذا سؤال مهم،
يعني ما هو الهدف من دخول مصر؟ تجد الأهداف كل أهداف بغي وتجبر وتفرعن وهيمنة جبروت سميه ما شئت طغيان. ليس هنالك كما يقال نقلة حضارية عندما جاء الفرنسيون إلى مصر، على الأقل في الأهداف المعلنة، ولا طبعا هذا باب الأهداف المخفية باب أولى، يعني ما كان هناك أهداف واضحة ظاهرة للعيان نقول والله هذه الحملة وهذه إيجابيات وهذه نتائجها. ما سمي بالتنوير بعد ذلك وأذناب فرنسا وحزب فرنسا في مصر ودعا أن هذه الحملة هي حملة تنوير وحملة الظلام مطلق، وقد بينت ذلك ولا أعود إليه الآن، بين ذلك بحلقات من شأن يرجع إليها في الحملة الفرنسية على مصر. لكن عندما جاءوا ماذا صنعوا؟ كيف دمروا القاهرة؟ كيف نقلوا ثروات المصريين إلى فرنسا؟ كيف فعلوا بالمصريين وأذاقهم ألوانا من العذاب؟ كيف أنشأوا أذنابا لهم ما يعرف بحزب فرنسا بعد ذلك في مصر؟ كيف وكيف وكيف؟ يعني عندما تنظر في النتائج ما تكاد تجد شيئا. كذلك في طبعا الحملة الفرنسية على الجزائر، طبعا هذه كانت أقسى وأنكى وأصعب الحملات الصليبية مطلقا على أي بلد ما كانت هي الحملة الفرنسية على الجزائر كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. إذن فرنسا ومصر وعلى في أيام نابليون كان أعظم قائد فرنسي طبعا في تاريخهم، ما نجد الفوائد المرجوة من أي حملة تنتقل كما يقال حملة حضارية على بلد معين، ما تجد هذا للأسف الشديد، تجد دعاءات وشعارات فقط. فرنسا أيضا قبل الحملة الفرنسية على الجزائر اشتركت أو هي قامت بحملتين على الجزائر، حملة سنة 82-600 ألف وحملة سنة 84-600 ألف، يعني في أواخر القرن 17 الميلادي. هذه الحملة لويس الرابع عشر أمر بها وسيرها مقابل إيش؟ مقابل أن هؤلاء الجزائريين إنما أزعجوه في البحر، يريد أن يتحرك في بحر أبي المتوسط، يقتل من يشاء، ينهب من يشاء، يفعل ما يشاء، يتحرك بحرية ولا يستطيع أحد أن يوقفه. هذا هو سبب الحملة. أنت تجد سبب الحملة سببا غير واقعي إطلاقا. هؤلاء قوم اعتدى عليهم إنما يقوم برد الاعتداء، فهذا الملك الذي يريد حتى من هؤلاء إذا اعتدي عليهم ألا يردوا الاعتداء، هذا يعني أمر خطير. طبعا هاتين الحملتان باءتا بالفشل وعادتا من حيث أتتا، وسبب أن الجزائر كانت صخرة كبيرة جدا تتحطم عليها كل المقاومة، وكان أسطولا ضخما بكل المقاييس، بل كانت سيدة البحر الأبيض المتوسط بدون نزاع في هذه الكلمة، سيدة البحر الأبيض المتوسط. خبرة طويلة جدا من أيام خير الدين إلى تلك الأيام، كان أكثر من 130 سنة تقريبا بعد وفاة خير الدين، الحملة الفرنسية على الجزائر الأولى قبل الحملة الأخيرة التي أريد أن أتحدث عنها إن شاء الله تعالى، خبرة كبيرة في البحر وأشداء أقوياء. يعني يكفي أن نعرف أن السلطان العثماني لما وافق على أن تتبعه الجزائر وأن يكون خير الدين هو الحاكم الرسمي في الجزائر التابع للدولة العثمانية، أمد الجزائريين 15 سفينة وب2000 من جيش الانكشارية الأشداء الأقوياء. الانكشارية هذا يسمى في اللغة العثمانية ييني جري، أي جيش الجديد، ييني جديد، الجيش الجديد، تعريبه انكشاري. هؤلاء الانكشارية هم قوم أشداء جدا، لا يعرفون إلا الجهاد في سبيل الله وطاعة السلطان والعمل الدائم والبذل الدائم، هذا في أصل تكوينهم، وربوا على هذا وربوا على الإسلام والقرآن والإيمان، فكانوا مجاهدين أشداء، وكانوا في الإيمان يعني في الجملة كان إيمانهم قويا، ويتحمسون ويبذلون ويعملون، هذا واضح وبقوة في أثناء المعارك وبعد المعارك والنصر. يعني فهؤلاء الألفان من الجيش الانكشاري الذي أمد به الجزائريون كان أثر كبير جدا في تقوية الجهاد الجزائري. 15 سفينة كان أثر كبير، ثم ظل
السلاطين العثمانيون يمدون الجزائريين بالسفن ويمدون الجزائريين بالجيش. هذا كله قوى الأسطول الجزائري، فصار سيد البحر الأبيض المتوسط بلا نزاع ولا مراء. وهذا طبعا من أسباب الكبيرة لغزو الجزائر بعد ذلك كما قلت لكم. وما استطاع الفرنسيون أن يأخذوا الجزائر إلا بعد تحطم أسطول الجزائري الذي شارك العثماني في معركة نافارين 1827 قبل دخول الجزائر بثلاث سنوات من قبل الفرنسيين. فهذا الأسطول البحري. أنظمة فرنسا كانت خلال الاحتلال الجزائري نظام ملكي. نحن نعلم أن الثورة الفرنسية أعقبت نظام جمهوريا، هذا أمر معلوم، وأنهم جاءوا لنزع الملكية وجاءوا لبعد آل لويس، وهذا الذي جرى. ثم بعد ذلك تقلبت فرنسا بين أنظمة ملكية وأنظمة جمهورية وأنظمة إمبراطورية، كما حصل في إمبراطورية نابليون. نابليون طبعا بعد أن كان من أكبر دعاة التحمس الجمهورية الفرنسية أنشأ إمبراطورية ودعا نفسه إمبراطورا، كما نعلم إمبراطور نابليون الأول. إمبراطور الأول في فرنسا هو نابليون، نقل القضية من جمهورية صارت إمبراطورية، ثم بعد ذلك جمهورية وملكية وإمبراطورية وجمهورية إلى أن استقرت في وضعها الأخير الجمهورية الخامسة في العصر الحديث كما نعلم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فشارل العاشر هو الذي جرت المعركة أو الاحتلال الفرنسي للجزائر في أيامه، وما مكث طويلا، جاء بعده لويس فيليب ملك فرنسا بعد شارل العاشر. شارل العاشر حكم فرنسا من سنة 24 و800 وألف إلى سنة 30 و800 وألف. 1824-1830 كانت فيها حصار الجزائر وأخذ الجزائر بعد ذلك. إذن الست سنوات حكمها شارل هو الذي وافق على الحملة، وهو الذي دبر أمره والذي سيرها، وهو الذي في عهده دخل الفرنسيون إلى الجزائر. لكن لما دخلوا قامت ثورة عليه وأبعد، وجاء لويس فيليب بعد ذلك. لويس فيليب حكم من 1830 إلى سنة 1848، 18 عاما. ثم جاء بعده نظام إمبراطوري نابليون الثالث. نابليون الثالث حكم من 1848 إلى 1870. ثم هكذا دواليك، توالى الحكم في فرنسا على فرنسا وعلى الجزائر. طبعا ذلك تعدت بعد ذلك فرنسية محضة، وألحقت بفرنسا بعد ذلك بقانون جائر وصارم وصعب. الذي جرى أيها الإخوة، الآن نريد أن نتحدث، هذه مقدمة فقط، نريد أن نتحدث عن قضية مهمة وهي أسباب الحملة. ماذا جرى على لماذا جرت هذه الحملة؟ هناك أسباب سياسية وأسباب اقتصادية وأسباب دينية. أرجو أن يفهم هذا، هذا أمر مهم جدا وخطير جدا، ونحن يعني إذا فهمناه نفهم كثيرا من الأمور. السبب الديني سأرجئه للحلقة القادمة، لأنه سبب متشعب وسبب فيه توسع في ذكره وفي نصوص لابد أن تقرأ عليكم. ليس من عادتي أن أقرأ ما أحضره وأقوله، لكن بعض النصوص لابد أن أقرأها حرفيا لشدة خطورتها ودلالتها، وستساعدني على فهم القضية بعد ذلك. أما السبب السياسي والسبب الاقتصادي، السبب السياسي فرنسا تعرضت لهزائم، هزائم قبل أن تدخل إلى الجزائر، هزائم في أوروبا، وتريد أن تعوض هزائمها. هذه الهزائم تريد أن تعوضها على حساب الشعب الجزائري الذي ابتلي بها ردحا طويلا من الزمان. طبعا من المعلوم أن هنالك مشكلة كبيرة تاريخية دائمة أزلية بين بريطانيا وفرنسا، وهنالك حقد كبير بين بريطانيا وفرنسا منذ أيام نابليون، بل قبل أيام نابليون، وهذا أمر معلوم. كانت فرنسا تريد أن تقطع الطريق على بريطانيا، لأننا تعلم أن بريطانيا دولة استخرابية كبيرة ضخمة لها أسطول كبير، تريد أن تقطع الطريق عليها. فإذا احتلت فرنسا الجزائر ثم تلتها بعد ذلك باحتلال البلاد المجاورة مثل المغرب وتونس وغيرها، تستطيع أن تسيطر البحر الأبيض المتوسط وتجعله بحيرة فرنسية، وذلك تقطع الطريق على بريطانيا. ما تستطيع بريطانيا أن تتحرك بعد ذلك تأخذ مصر، كما هناك أيضا كلاما وحملة، بل جرت حملة قبل ذلك، جاء حملة جوف رايزر على مصر سنة 1807. لا شك طبعا فرنسا ما نست أبدا من أسباب الحملة ما جرى لها في مصر، فرادت أن تعوض ما جرى لها في مصر، أرادت أن تعوضه في الجزائر،
وبعد ذلك في القارة الإفريقية السوداء، لأن نحن نعلم أن الجزائر كانت مدخلا للقارة الإفريقية السوداء. كثير من مغتصبات فرنسا في القارة الإفريقية السوداء إنما حدثت بعد الجزائر طبعا، وكانت مدخلا لها، وكان وقودها للأسف كثيرا من الجزائريين وجيش الجزائري كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا من أسباب السياسية للحملة تطبيق قرارات مؤتمر فيينا 1815. اجتمع الأوروبيون أو القوى الأوروبية اجتمعت في مؤتمر فيينا وقرروا أن تؤخذ الجزائر وأن تكون مدخلا للقارة الإفريقية كلها بعد ذلك. وأكد هذا القرار في مؤتمر جرى سنة 1819، أكد هذا القرار، لابد من هذا القرار وأكد. فلذلك اتفق على إما بريطانيا أو فرنسا، لذلك كانت فرنسا تقطع الطريق على بريطانيا وتأخذ هي الجزائر، لكن تحين الفرص لما جاءت فرصة مناسبة اهتبلتها بقوة وأخذت الجزائر. من أسباب أيضا كثير من السياسيين نادى باحتلال الجزائر، كما أن كثيرا من السياسيين نادى باحتلال مصر قبل أن يقع الاحتلال. هنا كثير من السياسيين نادى باحتلال الجزائر وطلب من المسؤولين الفرنسيين أن تؤخذ الجزائر طلبا جازما ملحا دائما. سأنقل هذا السبب الأخير والنداءات الكثيرة مع السبب الاقتصادي وسبب الديني إن شاء الله تعالى للحلقة القادمة، لكني اكتفيت في هذه الحلقة بذكر الأسباب التي دعت، أسباب السياسية، بعض الأسباب السياسية طبعا وإيجاز شديد لأن هذا ليس مطلوبا منه التفصيل أو مطلوبا فيه التفصيل، وذكرت قبل ذلك الحملات الفرنسية على بعض المدن أو بعض البلاد العربية والإسلامية. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سأواصل بذكر هذه الأسباب، والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم أيها الأخوة الكرام والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته.